عندنا كلمة أخيرة وجهها للشباب الأردني يصيروا مثل حضرتك؟ أنا بدي ما حدا يصير زيي ولا أنا أصير مثل حدا. أنا متأكد إنه الشاب الأردني بيكون مميز بوين ما كان، بس بدي أحكي كلمة إنه نبعد عن جلد الذات ونشتغل على النتائج. ودائما احنا كمسؤولين او كرجال اعمال او كاشخاص مؤثرين نشتغل على كلمه واحده نوفرها للشاب الاردني لانه ما بيحتاج غيرها، هي الفرصه. بس الفرصه تكون حقيقيه. نعم. اذا قدرنا خلق الفرصه الحقيقيه للشباب راح نخلق مجتمع قادر على انتاج المعرفه والذكاء الاصطناعي. نعم. وهي مش 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 استراتيجيه او هدف استراتيجي من الدكتور رامي. نعم. ولا من غير الدكتور رامي. صحيح. هاي سياسه الاردن من اول ما انخلقت قديم. بلد. نعم. الفرص للشباب منذ القدم.